حضرتك قلت لي استاذ عبده ان انت هتختار قصيده تعبر عنك افضل ما بتتكلم. بتكلم ايوه قول لي القصه. هي القصه انا كان في احد المجلات يعني بتطلب مني سي في عني كشاعر لاني كنت مرشح في حكايه كده، فكتبت له فما ردتش عليهم بالكتابه، رديت عليهم بقصيده. رديت عليهم بقصيده وقلت لهم اسمي عبد المصري، كاتب اشعار ومحامي وشيخ متزوج واعول، بحلم احيانا بحاجات اكبر من عمري واطول من مده ايدي لفوق، عادي زي جميع اللي قعدت معاهم على قهوه وركبت معاهم قطر في اخر الليل، وقديم زي البنطلونات الشارلستون والجزم السودا اللميعة ورباط وبدون والقمصان المفتوحة الصدر في برد يناير، شعري كان أكرت واسود منكوش، وكنت بحب الليل واستنى الحلم يعدي ورا الحلم وأغني معاه واستنى الحلم يطول واسكر وياه للصبح، مشيت وجريت ووقعت وقمت، نسيت قدمي اللي اتقطعت وايديا اللي اتبطرت ولساني اللي قطعته بايدي وقلبي اللي اتفرق بين الناس الشين والزين، وكتبت عن الحارة والبيت والناس الشقيانة والناس الدون، اخطاء كتير ما تعدش، عايش وسط الناس والوحدي، عايش وسط الناس والوحدي، مهموم بحاجات ما عادتش جديدة وشوش لصحاب باقية وصحاب رحلت، وكتبت عشانهم ألف قصيدة وماتت وقصيدة وحيدة جديدة. اسمي عبد المصري، سكنت بلاد بيزورها الخوف وبيسكن شوارعها الموت، وهجرت ولسه مرجعتش من الهجرة، كل ما برتاح بصحى على هجرة جديدة، فاشل في الحب وفاشل ابن واخ واب، وما عدليش صاحب غير البحر وشوية حكايات ما عادتش تهم، لا اللي قريته ولا اللي كتبته ولا نسيته، حتى الاشعار ما بقتش اوزنها وبسيبها تروح ويا الموج اللي بيلمس رمل الشط، ماشي وشابك ايدي في ايد خيالاتي، ماشي وشابك ايدي في ايد خيالاتي، نتكلم مع بعض ونعزم بعض على واحد سكر مظبوط في قهوه بعيده، واكتب سي في عن وضعي الحالي وارميه في البحر. جميل. الله.